اخيرا الدكتور المهدي اتكلم عن نوع من النرجسيه سماه النرجسيه الخبيثه بتاعت لا مؤاخذه الطغاه المستبدين برايهم. نسمعه كده. في النرجسيه الخبيثه او مالجنت نارسيسيزم، ودي بقى بتبقى ملوثه بالسمات البارانويا، اللي هو بقى الشخص اللي هو مستبد برايه، اللي عايز يتحكم في الناس، عايز يتعلم، عايز يلو بالظبط شخصيه الطاغيه بقى زي هتلر، وكانوا حتى بيقولوها على ترامب. وده برضو على فكره ينطبق عليه حرفيا، لان هو كان بيقول ما تسمعوش كلام حد غيري، كان بيقول كلام كتير زي ده لانه شايف نفسه اعظم واحد في الكون على راي سعاد حسني. اسمع. شوفوا انا عارف مصر زي ما انا شايفكم كلكم قدامي كده، وعارف علاجها برضو زي ما انا شايفكم قدامي كده، وانا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني في مصر، لو سمحتم ما تسمعوش كلام حد غيري. انا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني، اسمعوا كلامي انا